وكما تعلمون الصيد القاري وتربية الأسماك هو أحد محاور برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ القزواني، لما يوفر هذا القطاع من تشغيل الشباب والنساء، بالإضافة إلى كونهما وسيلة فعالة لمكافحة الفقر وسوء التغذية ومكافحة الهجرة إلى المدن الكبرى. وتهدف هذه المدونة إلى تنظيم وهيكلة شبه هذا القطاع في منظومتنا القانونية بصفة عامة. ويحتوي مشروع القانون على 48 مادة وتتعلق بالمبادئ الاحترازية المطبقة على تسيير المصايد القارية، تسيير واستصلاح هذه المصايد، شروط الولوج للصيد القاري. وقد تم تشاور موسع على هذه المدونة قبل أن تقدم مجلس الوزراء مع كافة الفاعلين في الصيد القاري على مستوى مناطقنا اللي عندها الإفادة من الصيد، سواء كانت ولاية قرقل، ترارزة، قديماقة، العصابة، تقانت، الحوض الشرقي والحوض الغربي. كما تم التشاور مع كافة ملي شركائنا في التنمية، وخاصة اللي قالوا منظمة استثمار النهر السنغالي.